بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تصوير جديد بتاريخ 3/1/2023، لدينا هنا نبات الطماطم الكمثرية الصفراء. طبعا بدأت النباتات بالتزهير أو إظهار العنقود الزهر الأول، الحمد لله. يعني النباتات الموجودة الحمد لله وبفضل الله كلها نموها جيد، سرعة نموها جيدة، إزهارها مبكر وجيد. هنا لدينا نبات القرع أيضا. طبعا نبات القرع أصبح طوله أكثر من 4 أمتار، إلا أن عملية الترقيد هذه التي قمنا بها جعلت الموضوع أكثر بساطة. هنا بالنسبة للطماطم الكرزية، طماطم الكرزية بدأت بتكوين العناقيد الزهرية وليس تفتحها كلها، تفتحت في بعض النباتات والبعض الآخر. عملية الترقيد مهمة كون الأفرع والسيقان لا زالت غضة وطرية، بإمكانها أن مطاوعتها وترقيدها، فإذا تركت لفترة من الوقت سوف تتصلب، وعند محاولة الترقيد عندما يرتفع نمو النبات سوف يتعرض للكسر وبالتالي فقدان النبات. بالنسبة لخيار القثاء، طبعا التزهير على أوجه، إلا أن الأزهار الأنثوية لا زالت غير متفتحة. الزهرة الأنثوية تكون بهذا الشكل. ايضا اطواله اصبحت، يعني الاماكن المخصصه للتسليق، يعني الان تركنا ما يقارب 4 إلى 5 أسلاك، انتقلنا الى الامام ما يقارب المتر. بالنسبه للرقي الحمد لله
الثمار أيضا بدأت بالتزايد بالحجم. بالنسبة لأنبوب الزراعة المائية، نبات الخس والقرنبيط، بالنسبة لنبات القرنبيط ما شاء الله يعني بنت، والنعناع أيضا الحمد لله. بالنسبة للطماطم البلحية، بعد عملية ثني أفرعها وسيقانها وترقيدها، أيضا التزهير جيد الحمد لله. بالنسبة للأفرع الأبطية التي قمنا بجمعها ووضعها في قدح ماء، اليوم هو الثالث، وقسم من عدها حديثة، يعني أمس قمنا بقلعها ووضعها في الماء. إلا أن الملاحظ من هذا الفرع مثلا حدوث هذه النتوءات البيضاء، هذه هي بدايات تكون الجذور، هذه النتوءات البيضاء هي التي ستكون الجذور إذا كانت واضحة في الصورة. بالنسبة للطماطم F1، طماطم F1 يعني قمنا بتسليقها مباشرة بدون وضع حلقة أو خطاف التسليق، خيط مباشر إلى سقف المحمية، لكون من خلال التجربة أن هذا النوع من البذور وهذا الصنف لا يتطاول كثيرا، يقف عند حد مترين تقريبا ويتوقف عن النمو، فلا داعي لترقيده، وأيضا بدأ بالإزهار. المعدنوس والكروفس
طبعا لولا عملية التسليق أصبح طول النبات مثل هذا، يعني الآن تقريبا طوله أكثر من 80 سنتيمتر. الحمد لله بالنسبة لي القرنبيط المزروع بصورة مباشرة في الأقداح قمنا بعملية الحشو لمعظم الخضروات وبدأ استخدامها كغذاء. ما شاء الله بالنسبة للملوخية قسم منا قمنا بقطف والقسم الآخر لا، كذلك الفجل الريحان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.